إذن التطورات الأخيرة والانتهاكات الإيرانية للناقلة البحرية في الخليج العربي لن تمر مرور الكرام. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن استعداد بلاده لشن هجوم في إيران، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن إيران تسعى لتشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل، سواء كان في لبنان، غزة، سوريا أو العراق. גרשו רב זירתי, לכן היא בונה את הכוח בלבנון, לכן היא משפיעה על מה שקורה בעזה ובונה את הכוח שם, פורסת מיליציות בסוריה, פורסת מיליציות בעיראק, מחזיקה את תומכת בחותים בתימן, וכמו שהסברתי אתמול השגרירים, איראן היא בעיה עולמית, היא בעיה אזורית, והיא גם אתגר למדינת. تصريح غانتس تزامن مع أخرى أمريكية تحدثت عن أن إيران هي من هاجمت أسفلت برينسس قبل يومين. تصريحات نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية، والتي كشفت في تقرير لها عن تفاصيل عملية اختطاف السفينة أسفلت برينسس. التقرير يستند على رواية مصدر أمني لعملية الاختطاف، بدأت بمحاولة مسلحين إيرانيين خطف الناقلة أسفلت برينسس التي ترفع علم بنما ونقلها إلى إيران قبل أن يوقف الطاقم محركات السفينة حتى لا تتمكن من التحرك إلى أي مكان. وأضاف المصدر أن فرقة من المسلحين الإيرانيين هربت من السفينة بعد أن جاءت سفن حربية أمريكية وأخرى عمانية لإنقاذها. من جهتها أعلنت مواقع متخصصة في متابعة النقل البحري أنها رصدت استغاثة طاقم السفينة أسفلت برينسس التي تعرضت لاختطاف لفترة وجيزة، وسمع في تسجيل نداء الاستغاثة قول أحد أفراد الطاقم: يوجد 5 أو 6 إيرانيين على متن الناقلة ومعهم ذخائر، دعونا نستمع. Sir, we have the Iranian people on board with ammunition, and we are in now drifting. We are no, in drifting. We cannot tell you exact our ETA to Insoar. How many Iranian people on board? For around 5 to 6 people, sir. What are they doing on board? I cannot understand, sir. You can better. I will give him. You can talk if you want to like. عملية الخطف القصيرة انتهت من دون أضرار. وأوضح المصدر لصحيفة ذا تايمز أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة غادروها وباتت في أمان وانتهى الحادث. أما إيران، رغم إصرار إسرائيل وأمريكا وبريطانيا على تهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، تنصلت من المسؤولية تماما، ووصفت الاتهامات الموجهة لها من قبل بأنها مريبة، نافية ما تردد في الأخبار عن احتمال اختطاف السفينة المعنية أسفلت برينسس من قبل القوات العسكرية الإيرانية أو القوات التابعة لإيران.